مديرية الحماية المدنية لولاية تيزي وزو كمال بوشقور، أهلا بك معنا سيدي. نعم ألو، نعم سيد كمال بوشقور، أنت على المباشر. إذا تم إنقاذ 3 أشخاص جرفتهم مياه وادي أصغار في بوزقان، وشخص آخر لازالت عمليات البحث متواصلة للعثور عليه، هل من تفاصيل جديدة؟ السلام عليكم. وحدات الحماية المدنية سجلت الحادث. كانت سيارة امبورتي بار لي كرو فيضانات واد تزغرت منطقة بوزقان. السيارة هذه كان داخل 4 أشخاص، تم إنقاذ 3 أشخاص من طرف الحماية المدنية. كان شخص واحد مفقود إلى غاية هذه اللحظة، عمليات البحث عن هذا الشخص ما زالت متواصلة. وحدات كان تدخل 4 وحدات، إمكانيات 4 وحدات الحماية المدنية، هي وحدة بوزقان، وحدة عززقال، وحدة الرئيسية لتيزي وزو، والغطاسين، وحدة البحرية تيزي. جميع الإمكانيات مسخرة بداية من البارحة، اللي كانت بداية هذه العملية على الساعة 9 ليلا. كما قلت جميع الوسائل مسخرة في البحث عن هذا الشخص المفقود. هل فيها إمكانية إضافة وحدات أخرى ربما لتسهيل عملية البحث؟ لمعلوماتكم حوالي 70 عون بالاضافه الى ضباط الحمايه المدنيه على راسهم السيد مدير الحمايه لولايه تيزي وزو، راهم في عين المكان وجميع الامكانيات مسخره للبحث عن هذا الشخص المفقود. والذي يبلغ من العمر؟ هذوك اللي تم انقاذهم العمر تاعهم بين 18 الى 29 سنه، سون ساي سوف الحمد لله صحه جيده. فيتي فاكليب تم اخذهم الى الوحدات الصحيه تاع المنطقه. وهو كذلك سيد كمال بوشقور المكلف بالاعلام بمديريه الحمايه المدنيه لولايه تيزي وزو، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. على كل سنعود اليك في موعدنا الاخباري اللاحقه لتوافينا بكل جديد.